أهلا فيكم برج الجوزاء. اليوم راح نشوف شوية توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الجوزاء ممكن تحس بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو تنطبق على طاقتك. طبعا خذ من القراءة اللي بيفيدك، لأنه قراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن راح يكون في إشي بالفيديو، رسالة أو إشي يفيدك، فخذ الإيجابي من القراءة وترك السلبي. راح نبلش بكروت النصيحة. أولا يا برج الجوزاء، ونشوف شو في عندك. في عندك شخص بحياتك أنت حاليا مش عم تنظر شوي ممكن للأمور من الناحية السلبية شوي، أو من ناحية مش كتير إيجابية. مبين إنه أنت شاك بطبيعة التواصل بينكم. أيضا إذا أنت متردد إنه تاخذ خطوة تجاهك وتجاه الحبيب والشريك، كروت النصيحة بتحكي لك إذا الوضع بيسمح أفضل إنك تاخذ خطوة، لأنه عندك action speak loudly، يعني بدك تعبر عن حبك باتخاذ قرارات، بدل ما يعني من انك تكون منغلق على حالك. بيحكي لك it's time for you to step up. ايضا الكرتين هدول بيأكدوا نفس المعلومة، بيحكي لك انه انت وصلت لمرحلة المفروض فيها انك تتخذ خطوة. يعني بيختلف الوضع من شخص الى اخر. انت في عندك حاليا وصلت إلى مرحلة اللي هي في عندك جميع الأدوات اللي بتحتاجها لحتى تاخذ خطوة بخصوص التواصل اللي بينكم أو طبيعة العلاقة اللي بينكم. في عندك كاريزما، في عندك الإمكانيات. أيضا ممكن تكون عم تتعامل مع شخص أنت بتحس إنه محوط بكتير أشخاص حواليه، أو بتحس إنه في حواليه معجبين كتير، أو حواليه أشخاص كتير محوط فيهم هالشخص. خلي عندك أيضا قوة داخلية، بمعنى إنه أنت حاليا مش كتير ممكن عم تحس حالك شوي ضائع في بعض الأمور. الكرت هاد بيحكي لك انه انت اقوى مما بتظن، انه انت يعني انه انت عليه. الكومباشن اللي معك او التعاطف اللي معك تجاه اشخاص او تجاه اشياء هي تعتبر نوع من انواع القوة مش الضعف. فهي اللي كانت بالنسبة لكروت النصيحة. بدنا نبلش هلا بطاقتك انت وطاقة الشريك وطاقتكم في المستقبل. اذا بدنا نسحب كروت للتوضيح، رح نسحب في يعني إذا في إشي بيحتاج توضيح. بالنسبة لطاقتك حاليا يا برج الجوزاء، عم شوفك عم تحاول إنه تكون اجتماعي أكتر، تنخلط مع أشخاص أكتر، أو تكون صداقات أكتر بحياتك. عم شوفك أيضا عم تحط مجهود كتير عالي تجاه عملك، عم تركز كتير أيضا تجاه عملك. في عندك حركة وتقدم أسرع بهالشهر، لأنه عندك the chariot. ممكن تكون أنت طالع عندك، أو الزهرة عندك، أو المون ساين عندك السرطان، لأنه كروت هاي بتتبعك. فعندك عم شوف عندك تقدم وعندك طموح كتير عالية عم تشتغل عليها كتير. عم تفكر أيضا ب
استمرارية بإشي مستديم، علاقة تكون جدية. بالنسبة للشخص اللي أنت عم تتعامل معه، الحبيب أو الشريك، عم شوفه شخص بالأغلب ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري. مبين عندي أغلب الطاقة اللي طالعة طاقة نارية وطاقة ترابية أيضا. فالشخص اللي عم تتعامل معه شخص شوي متهور، شخص شوي مندفع، ولكن عم شوف إنه هو لحي الله سبب كل ما بيجي بيحكي معك هالشخص أو يحاول إنه يتقرب منك بيصير في بينكم نزاع أو كونفليكت أو خلاف. أيضا ممكن يكون هالشخص عم يمر بمشاكل عديدة بحياته، يعني العامة بعيدة عن علاقتكم مع بعض، ممكن يكون عم يمر بخلافات ونزاعات مثلا في مجال عمله أو في أسرته حتى، يعني بالجانب العام بحياته. ولكن عم شوفه مندفع، عم شوفه في عنده طريق بده يمشي فيه، أو عم طاقته عم تكون سريعة. عم شوفك بالمستقبل يا برج الجوزاء في عندك عروض كتيرة من الحب، في عندك عروض رح تجيك، ولكن بدك تنتبه، بدك تاخذ قرار، او بدك تكون مفتح عقلك، لحتى لانه اغلبية عروض الحب اللي رح تجيك رح تكون مش غير صادقة. في عندك انت مشاعرك غير مشاعر الأشخاص اللي عم يحاولوا يقدموا لك عروض، لأنه عم شوف أنت عندك King of Cups، فأنت عاطفيا شخص ماتشور أو شخص ناضج، ولكن عروض الحب اللي بدك تنتبه من أي شخص يقدم لك عرض حب إنه ممكن يكون مش صادق، مش صادق مثل ما أنت بتتوقع إنه يكون. أيضا عم شوف إنه بينكم أنت وهالحبيب طاقتكم المشتركة، عم شوف إنه في كتير حكي بدكم تحكوا، ولكن عم شوف إنه أنت بتركز أكتر على نوعية الحكي اللي بتحكيها، يعني أنت بتدرس الوضع أكتر أو بتعيد حسبان المسألة في مع حالك قبل ما تحكي بالموضوع أكتر من الشخص اللي أنت عم تتعامل معه. إنه الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون متهور، فممكن أغلبية المشاكل أو النزاعات اللي عم تصير بينكم بسبب إنه شخص متهور أو بسبب إنه ما بيدرس كتير الحكي، لأنه هو مبين إنه ذكي ويتي، يعني بيفهم، ولكن في عنده نوع من الكيرلسنس أو عنده نوع من مش عدم مسؤولية، شوي مش كتير بيركز أو مش كتير بينتبه على الحكي اللي بيحكيه. عم شوف إنه حبيبك بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل، الشخص عم يستنى خبر منك. Three of Wands، عم يستنى رسالة، عم يستنى نوع من الخبر، عم يستنى رجوع أيضا، رجوعك، لأنه بيشوف إنه أنت معك الحياة، يعني بده يكون معك حياة كاملة أو بده يستثمر بالفعل بها العلاقة. ممكن بداية العلاقة الشخص هذا كان مش كتير واخذ الموضوع بجدية، ولكن عم شوف بالمستقبل انه هو عم يفكر فيك كتير، عم يشوف انه برغم المشاكل اللي صارت بينكم الا انه بيعتبرك رفيق درب مناسب او سول ميت مناسب.
بدنا نسحب كروت توضيحية لحتى نشوف انت هل رح يجيك عرض حب من هالشخص، لانه عندك عروض حب في المستقبل. بدنا نشوف هل هالشخص رح، لانه هو مستني رسالة منك، مستني خبر، بس بدنا نشوف هل رح ياخذ خطوة، لانه ايضا مبين انه هو عم يستنى ولكن بده ياخذ خطوة. بدنا نشوف هل رح يتقدم جهتك هالشخص. عم شوف انه هو كتير عم يفكر بالماضي، هالشخص كتير عم يحن للماضي اللي صار بينكم، وبده يقدم لك نوع من العرض او يحكي معك، ولكن عرض مش كتير كبير، مش جدي، او هو بيحس انه هو مش مستعد حاليا الى شيء جدي كتير، ولكن عم شوف انه بده يقدم لك عرض حب. ايضا King of Pentacles ترمز الى شخص مستعد انه يحط المجهود في العلاقة، ولو انه مش رح يقدم لك اشي جدي، بس من البداية هو مستعد انه يحط مجهود في بهالعلاقة يعني، والتواصل اللي بينكم. طب بدنا نشوف هالشخص ليش ما اتخذ خطوة لحد هلا يعني، او شو هو العائق اللي عم يمنعه من انه يجي ناحيتك. المادة مبين انه هو المادة نوع من واحدة من الأسباب اللي عم تمنعه من إنه يجي ناحيتك. أيضا هالشخص في عنده خيارين بده يتخذ منهم، في عنده شيئين، شخصين، أو طبيعة العلاقة هاي مع العمل مثلا بده يوفق بينهم، ولكن في عنده خيارين بشأن إشي معين هو لسه ما اتخذ القرار لحد هلا، عم يدرس الموضوع. أيضا هذا برج الجوزاء، هاي الكرت بيتبع برج الجوزاء، يعني هالشخص عم يفكر فيك بالعقل الباطني وعم يدرس الموضوع، وبيشوف إنه هو في عنده أو أنت بتقدم له الرضا النفسي اللي عم يبحث عليه. عم يشوف إنه عم تتفاهموا كتير، أو الوضع بينكم بس يكون منيح بيكون كتير منيح. أيضا في عنده رسالة أو في عنده إشي بده يقدمها لإلك أو بده يوصلها لإلك، ولكن مش عارف كيف يوصلها لإلك. بيجوز البعض منكم أنت تكون مساوي بلوك لهالشخص، فما في عنده أي طريقة يوصل لإلك هالشخص. ممكن إذا أنت وهو في مجال يعني، أو إذا في بينكم أشخاص مشتركين، أو ممكن تقابل هالشخص في منطقة مشتركة، ممكن على الأقل تبين له إنه أنت ممكن تتقبل منه حكي، لأنه عم شوف إنه هالشخص خايف يحكي، لأنه كل ما بيجي بيحكي بتصير في مشكلة، أو بيصير في جدال، أو بيصير في نزاع. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هالشخص شو هو اللي بده تواصل. هو بده تواصل حتى يعني بالمستقبل، مع انه عم يستنى منك هون رسالة، الى انه بده تواصل معك. عم شوف انه بده بداية جديدة معك، وفي رح يترك اشي معين هالشخص. ممكن يكون في اكس بحياته، اكس، او حاليا يمكن انت وهو مش بعلاقة وهو بعلاقة اخرى مع شخص اخر. عم شوف انه رح يترك اشي معين، اشي قديم بحياته، لانه عم شوف انه في بده يترك اشي مشان بداية جديدة بحياته. تواصل، ايضا بده تواصل معك.
طب الطاقة المشتركة بينكم، لأنه أنت مبين أنه عم تدور على إشي جدي وعم تبحث على الاستمرارية. أيضا ممكن تكون أنت الطرف الجدي أكثر بالعلاقة، لأنه أنت عندك عمدان أكثر بالكروت اللي بيتبعوك، أو أنت عم تبحث على استمرارية أو أكثر من هالشخص. عروضه صغيرة عم شوف هالشخص، أو أنت عم تطلب إشي ملموس، عم تطلب إشي جدي. طب بدنا نشوف بالمستقبل شو ممكن تكون طبيعة التواصل اللي بينكم، لأنه في عندك أيضا Wheel of Fortune، يعني في عندك تغيرات رح تصير، تغيرات مفاجئة رح تصير بالتواصل بينكم. يعني اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا أو مع شريكه بالأغلبية رح يصير في حكي، واللي عم يحكي اللي في تواصل حاليا مع الحبيب بدك تنتبه، لأنه هالكرت بيرمز إلى تغيرات دائما، فبدك تنتبه بوقت ما يصير النزاع بينكم إنه تحاولوا تحلوا المسائل بطرق سلمية. طب بدنا نشوف بالمستقبل شو هي طبيعة التواصل اللي راح تصير بينكم، أو مبين إنه أنت وهالشخص بصراحة في كتير أوراق عندي عم تطلع اللي هي conflict أو اللي هي نزاع أو اللي هي جدال مشاحنات، فمبين إنه أنت وهالشخص كتير في بينكم حساسية، يعني كتير في بينكم passion، عندك ويل اوف فورتشن طلعت مرة تانية تغيرات. يعني الوضع بينكم بيكون بيمر من بين هادئ ومستقر في لحظة إلى conflict، يعني بيصير بينكم أو جدال. دائما الوضع بيتغير بينكم، دائما بيتلخبط مرة هيك ومرة هيك. ف طبيعة الحكي بينكم بالمستقبل بدك تنتبه، بدك تحاول تحل الأمور بطريقة سلمية، أو تحاول إنه أنت تتفهم وجهة نظر هالشخص. عم شوف هالشخص كتير مندفع، ممكن يكون أيضا عصبي شوي لأنه كتير أوراق عنده مشاحنات ومجادلات، فعم شوف انه بيصعب عليه الشخص انه يتحكم بمشاعره او هو كيف بيحس. اللي بيحس فيه بيطلعه، ممكن ما في عنده فلتر او ما في عنده تنقية للحكي قبل ما يحكي، فعم شوف انه هاي هي سبب المشكلة بينك وبين هالشخص. فحتى بالمستقبل البعض منكم اللي راح يكون في بينكم تواصل بدك تنتبه من طبيعة التواصل، يعني بدك تحاول إنه تحل الأمور بطريقة دبلوماسية أكثر. أوكي حبايبي برج الجوزاء، بتمنى القراءة تكون فادتكم، حبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله راح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.